السلام عليكم، ازيك يا باشمهندسين؟ هنتكلم في السكشن بتاع النهارده على اللينير بروجرامنج تكنيك. عندي مجموعه من المعادلات عباره عن متباينات، بحولهم اول حاجه لمتساويه، وبعد كده بنبدا نضيف المتساويه دي ازاي احصل عليها عن طريق مجموعه من الفاريبل اسمها سلاك فاريبل وارتفيشال فاريبل. بس قبل ما اتكلم على انواع الفاريبلز دي، لازم ابقى متاكده ان الحد الايمن او الحد المطلق لي المتباينات دي عبارة عن رقم موجب. طب لو رقم سالب أضرب المتباينة كلها في رقم سالب، تمام؟ يعني هنا لو بصينا الاقي اكس 1 ناقص 2 اكس 2 زائد اكس 3 اقل من او بيساوي 11، مفيش مشكله. طب المعادله اللي بعدها برضو مفيش مشكله، لكن المعادله الثالثه الحد المطلق اللي عندي بسالب 1 اضرب المعادله كلها في سالب 1، تصبح المعادله سالب 2 اكس 1 زائد اكس 3 زائد 1، تمام؟ بعد كده بقى نبدا نضيف الارتفيشال فاريبل والسلاك فاريبل. لاحظت ان في المعادله الاولانيه انا ضفت سلاك فاريبل اكس 4 علشان احولها لمتساويه، وان في المعادله الثانيه طرحت سلاك فاريبل اللي هو اكس 5، ومادام طرحت سلاك فاريبل لازم اضيف ارتفيشال فاريبل. بقول تاني، مادام طرحت سلاك فاريبل لازم اضيف ارتفيشال فاريبل اللي هو الاكس 6. طيب وبعد كده المعادله الثالثه ضفت ارتفيشال فاريبل لانها متساويه، لان الارتفيشال فاريبل ده تبقى قيمته اصلا بتساوي صفر، تمام؟ فيبقى كده اكس 6 واكس 7 دول ارتفيشال فاريبل، بنضيف ارتفيشال فاريبل عند طرح سلاك فاريبل من متباينه كان اشارتها اكبر من، بضيف ارتفيشال فاريبل في المتساويه، تمام؟ طيب بقيه المعادلات اللي عندي داله الهدف اللي هي سالب 3 اكس 1 زائد اكس 2 زائد اكس 3 بيساوي صفر، وفي معادله كمان عملتها من الارتفيشال فاريبل اللي هو اكس 6 واكس 7 هما الاثنين بيساوي صفر، فقلت اكس 6 زائد اكس 7 بيساوي صفر، تمام كده؟ نروح بقى اني اعوض بالمعادلات دي في جدول جديد. بعد كده نسقط المعادلات اللي عندي في السلايد اللي في الجدول اللي قدامنا ده. الجدول دوت اعلاه المتغيرات كلها اكس 1 واكس 2 واكس 3 واكس 4 و5 و6 و7 والكونستانت. وبعد كده بقى مسقطه كل المعادلات، انا عندي خمس معادلات، تمام؟ بضع المعاملات في الجدول اللي قدامنا ده. بعد كده نيجي نجمع الصفين اللي جايين من معادلات فيها artificial variable. انا عندي artificial variable اللي هو x6 و x7 فين؟ في المعادلة التانية وفي المعادلة التالتة، اللي هما موجودين هنا في الصف التاني والصف التالت، من اول اللي هو الصف اللي في اللي بدايته سالب 4 والصف اللي بعده اللي هو بدايته سالب 2، تمام؟ نجمع المعادلتين دول مع بعض ونجمع الصفين دول مع بعض، وبعد كده نطرحهم من الصف الأخير، تمام؟ طيب أجي أقول الصف الأخير طبعا اللي هو جاي من المعادلة بتاعة الارتفيشال فاريبل، والهدف من ده إن أنا أخلي الارتفيشال فاريبل بيساوي صفر. هقول سالب 4 زائد سالب 2 بسالب 6، صفر ناقص ناقص سالب 6 بـ6. طيب 2 وصفر بـ1، صفر ناقص 1 بسالب 1، 2 و1 3، صفر ناقص 3 سالب 3، وصفر وصفر صفر، صفر ناقص صفر بـ0. سالب 1 وصفر سالب 1، صفر ناقص ناقص سالب 1 بـ1، 1 وصفر بـ1، 1 ناقص 1 بـ0، صفر واحد بـ1، 1 ناقص 1 بـ0، 3 1 4، صفر ناقص 4 بسالب 4، تمام؟ الأعمدة اللي نهايتها أصفار هشيلها خالص وأنا بكون الجدول اللي بعد ده، تمام؟ وأنا مثلا هنا لقيت إن أنا عندي العمود اللي فوقه إكس 4 نهايته هنا بصفر في الصف اللي بالأحمر ده، والعمود اللي نهايته اكس 6 نفس الكلام، واللي نهايته اكس 7 نفس الكلام، يبقى انا هشيل الاعمده دي خالص واجي احط اكس 4 واكس 6 واكس 7، اكتبهم ايه قصاد الصفوف في الجنب، وهنشوف الكلام دوت في الجدول اللي بعده. بالاضافه كمان اني هشيل الصف اللي فيه الارتفيشال فاريبل اللي هو اخر صف بالاسود، اخر صف بالاسود هنشيل الصف ده خالص وانا بنقل للجدول الجديد، والملاحظات دي انا كاتباها لك بالخط الايد في السلايدز هنا، تمام؟ الصف الثاني والثالث جمعناهم وطرحناهم من الصف الاخير اللي هو اللي كان فيه الارتفيشال فاريبل، وضفت النتيجه في صف جديد باللون الايه الاحمر، والاعمده اللي انا تحتها اصفار شلتها خالص ما نقلتهاش معايا للجدول الجديد، واخر صف باللون الاسود ما نقلتوش معايا في الجدول الجديد. بقينا بقى ان ازاي اختار البيفوت كولوم وازاي اختار البيفوت رو، خلينا نتنقل على السلايد اللي بعد دي.
لما نيجي نبص على السلايد اللي قدامنا هنا هلاقي ايه؟ هلاقي اني انا عندي الجدول تبعت فيه الخطوات اللي قلتها في السلايد السابقة، فالجدول طلع لي بالشكل اللي قدامي ده. باقي لي بقى ان انا ازاي اختار البيفوت رو وازاي اختار البيفوت كولوم. اختيار البيفوت كولوم بيتم على اني ببص لاخر صف خالص في الجدول وبختار اعلى قيمة سالبة. لو جينا بصينا هنا هلاقي ان انا عندي القيم السالبة اللي موجودة في نهاية الجدول او في اخر صف هي سالب 1 وسالب 3 وسالب 4. مبدئيا انا لما باجي اختار انا ببصش خالص للعمود اللي فيه الكونستانت، ما بيخشش معايا في المقارنة، تمام؟ يبقى انا دلوقتي قدامي كام قيمة سالبة ابص لهم؟ السالب 1 والسالب 3. انا بختار اعلى قيمة سالبة بصرف النظر عن الاشارة، يعني انا بشوف القيم السالبة اللي موجودة هي سالب 1 وسالب 3، مين اكبر، التلاتة ولا الواحد؟ التلاتة هي اللي اكبر، علشان كده اخترت اني اعلى قيمة سالبة هي السالب 3. بعد كده جيت اختار البيفوت رو، يبقى انا دلوقتي اخترت البيفوت كولون خلاص. بعد كده البيفوت رو بعمل ايه؟ باجي اخد الكونستانت اللي هو العمود بتاع الكونستانت والعمود اللي انا اخترته بيفوت كولون، وبختار اقل نسبة موجبة، بقسم العمود بتاع الكونستانت على العمود بتاع البيفوت كولون وبختار اقل نسبة موجبة. لو جيت خدت 11 على الواحد ب 11، 3 على الاتنين ب 1.5، 1 على الواحد ب 1، 0 على الواحد ب 0، سالب 4 على السالب 3 بسالب 4 على 3، انا كده اصلا ما ببصش برضو للصف الاخير وانا بختار البيفوت رو. يبقى انا دلوقتي عندي اقل نسبة موجبة هي 1 على الواحد يطلع لي بواحد. تقاطع البيفوت رو مع البيفوت كولوم يديني البيفوت اليمنت اللي هو نتج هنا عندنا بواحد. طيب البيفوت اليمنت دوت نتج من تقاطع العمود اللي فيه اكس 3 والصف اللي فيه اكس 7، علشان كده باجي ابدل اكس 3 مع الاكس 7، هتلاقيني في الجدول اللي بعد ده مطلعه اكس 7 فوق في العمود واكس 3 تحت في الايه، في الصف اللي موجود اللي هو الصف الثالث ده، تمام؟ طيب بعد كده بقى نعمل ايه؟ نبدا نجيب البيفوت اليمنت بقى انقله للجدول الجديد، بس بعد ما اعمل له انفرس، نجيب انفرس البيفوت اليمنت وننقله لمكانه في الجدول الجديد، ونيجي على البيفوت كولون ونقسم على سالب البيفوت اليمنت، تمام؟ يبقى انا متوقعه ان الصف العمود الثالث دوت في الجدول الجديد عباره عن ايه؟ سالب 1 سالب 2 وبعدين 1 وبعدين سالب 1 وبعدين 3. طيب وبعد كده الرو اللي هو البيفوت رو بنقسمه على القيمه بتاعه البيفوت اليمنت، فالبيفوت رو يبقى سالب 2 و0 و1 و0 و1، تمام؟ تمام. بعد كده بقى في قانون بيقول لي ان النيو فاليو بقيه القيم بقى اجيبها ازاي؟ في قانون بيقول ان النيو فاليو عباره عن الاولد فاليو ناقص البيفوت رو ناقص في البيفوت كولون على البيفوت اليمنت، تمام؟ طيب لو جيت طبقت الكلام دوت على الواحد اللي قدامي ده اللي هو اول قيمه خالص في الصف ده اولد فاليو، عايزه اجيب القيمه الجديده بقى اللي هكتبها في الصف الجدول الجديد، الاولد فاليو اللي هي بواحد ناقص البيفوت رو اللي هو بسالب واحد في البيفوت كولون اللي هو بواحد على البيفوت اليمنت اللي هو بواحد، يطلع لي القيمه بتاعته بتلاته. طب نشوف كده الجدول الجديد، في الجدول الجديد هلاقي فعلا طلعت بتلاته، تمام؟ طبق ده بقى على الايه، القيم المختلفه. لما نيجي نبص للجدول ده بعد ما كونته عايزه احدد فيه بقى البيفوت كولون، نيجي نبص على الصف الاخير اختار اعلى قيمه سالبه، هلاقي عندي القيم السالبه اللي موجوده هي السالب واحد بس، فاخترت الايه، العمود الثاني. هتقولي ليه ما اخترتش العمود الاخير خالص؟ انا كده كده اصلا ماليش دعوه بالعمود بتاع الكونستانت. بالاضافه لمعلومه ثانيه ان حتى لو طلع في سالب واحد ثاني موجود غير بتاع العمود بتاع الكونستانت ده، بمعنى ان لو طلع عندي قيمتين اقل اعلى قيمه سالبه بقيمتين متساويين يعني موجودين في نفس عمودين زي بعضهم، اعمل ايه؟ اختار العمود اللي على الشمال، ودي هنشوفها في الجدول اللي بعد ده، تمام؟ يعني لو طلع قيمتين متساويتين بنختار العمود اللي على الايه، الشمال. طيب يعني مثلا بالنسبه برضو للروم، لو طلع مثلا اقل نسبه موجبه بقيمتين برضو متساويتين، ماشي، ومش عارفه اختار الهين، تختار الايه، الصف اللي فوق، مش تختار الصف العلوي، وانا كاتبه لك الايه، الملاحظات دي. هنا برضو حددت البيفوت كولون، بعد كده البيفوت رو، جيت قلت خلاص انا بقى اشوف 10 على سالب 2 بسالب 5، 1 على 1. طبعا انا بعمل ايه دلوقتي؟ انا باخد نسبه ما بين الكونستانت مع البيفوت ايه، البيفوت كولون، 1 على 1 ب1، 1 على الصفر بما لا نهايه، سالب 1 على 1 ب1، لا انا كده عايزه ايه، انا عايزه اقل نسبه موجبه، عشان كده اخترت الصف الايه،
التاني اللي حدد لي او اللي لقيت عنده اقل نسبة موجبة اللي هي بالواحد. خلاص تقاطع البيفوت رو مع البيفوت كولون اداني البيفوت اليمنت طلع عندي هنا بواحد. طب البيفوت اليمنت ده جاي من تقاطع ايه؟ العمود اللي فيه اكس 2 مع الصف اللي فيه اكس 6. تقاطعهم الاثنين اداني واحد. بنعمل انفرز للبيفوت اليمنت، بعد كده بنقسم البيفوت رو على البيفوت اليمنت والبيفوت كولون على سالب البيفوت اليمنت، وبعد كده نجيب الايه القيم الجديده من القانون بتاع ان النيو فاليو بيساوي الاولد فاليو ناقص البيفوت كولون في البيفوت رو على البيفوت ايه البيفوت اليمنت. تمام. برضو لو جينا على الثلاثة الأولانية ديت عايزين ننقلها بقى للجدول الجديد، دي old value، يبقى ال old value 3 ناقص البيفوت كولون اللي هو سالب 2 في البيفوت رو اللي هو بصفر على البيفوت element اللي هو بواحد، يبقى كده 3 ناقص صفر تتنقل بثلاثة. طيب نشوف كده السالب واحد اللي معاها في نفس الصف ده كده. طيب يبقى سالب واحد دوت old value ناقص سالب اتنين في سالب اتنين على الواحد، يبقى كده كأني بقول سالب واحد ناقص سالب اتنين في سالب اتنين بكام؟ بأربعة. كأني كده بقول سالب واحد زائد الأربعة يديني بكام؟ تلاتة. معذرة انا غلطت كده في رقم، انا هنا عندي اكس 7 دوت جاي منين؟ الاكس 7 دوت اللي هو قصدي اول رقم تحت العمود بتاع الاكس 7 ده جاي منين؟ جاي من سالب واحد تمام ناقص ناقص 4. سالب واحد ناقص 4 يديني سالب 5 تمام، يبقى كده مظبوط. وبقيت القيم برضو بنفس الطريقة اللي هو برضو بقول ان الـ old value ناقص الـ pivot row في الـ pivot column على الـ pivot element. وصلت للجدول اللي قدامنا ده تمام. عايزة بقى اجي اختار السلايد اللي قبل دي يا باشمهندسين، فيها ملحوظتين انا هقولهم على السلايد دي. وصلت للجدول اللي قدامي ده تمام، وصلت ان اخر صف فيه اصبح في تحت الارتفيشال فاريبل واحد وواحد، انا عندي ارتفيشال فاريبل اكس 6 واكس 7 تحتهم وحيد والباقي كله بصفر. فدي المعادله الخامسه في المعادلات اللي انا طبقت عليها اللينير بروجرامنج في الاول خالص تمام. انا عايزه بقى احدد البيفوت كولوم، احدده بناء على الصف اللي فوقيه تمام اللي هو فيه الايه المين اوبجكت تمام. هنا نشوف اعلى قيمة سالبة اللي هي انا عندي سالب واحد وسالب واحد. طيب نعمل ايه؟ نختار الايه العمود اللي على الشمال، عشان كده خدت العمود الاولاني خلاص. طيب بعد كده نشوف اقل نسبة موجبة 12 على 3، 1 على الصفر بمعنى النهاية، 1 على سالب 2 دي مش قيمة موجبة اصلا، يبقى كده خلاص انا عندي 12 على 3 دي اقل نسبة موجبة متاحة قدامي بعد قسمة العمود بتاع الكونستانت على العمود بتاع البيفوت كولوم. ادتني البيفوت اليمنت بقى ناتج من تقاطع البيفوت رو مع البيفوت كولون، وخدت البيفوت اليمنت بتلاتة. ننتقل للجدول اللي بعده، بس قبل ما انتقل ابقى عارفه ان انا ما اجي انتقل للجدول اللي بعده انا هبدل الاكس واحد مع الاكس 4 صح كده تمام. بعد كده نيجي يبقى انا عندي الجدول الجديد، بدلت بقى الاكس واحد مع الاكس 4 بقى عندي فيه الصفوف اكس واحد واكس 2 واكس 3، وعندي في فوق اكس 4 واكس 6 واكس 7 واكس 5. طبعا كل اللي انا عملته ان انا جيت على البيفوت اليمنت اللي كان موجود في الجدول السابق وعملت له انفرز، وجيت على البيفوت رو قسمت على قيمه البيفوت اليمنت اللي هي كانت ب 3، وجيت على البيفوت كولون قسمت على سالب القيمه بتاعه البيفوت كولون اللي هي سالب 3، وبقيت القيم جبتها من القانون بتاع ان النيو فاليو بيساوي الاولد فاليو ناقص البيفوت رو في البيفوت كولون على البيفوت اليمنت. وصلت للجدول النهائي دوت لقيت فيه ان اكس 1 ب 4 واكس 2 ب 1 واكس 3 ب 9 تمام. طيب في الامتحان بيجي لك مساله، المساله بيبقى الدكتور هيطلب منك اتريشن واحد فقط، يعني هيطلب منك انك تعمل له جدول كمان فوق الجدول الايه الاساسي، يعني الجدول الاساسي خالص اللي هو كان في البدايه اللي انا سقطت فيه المعادلات تمام. طيب بعد كده عملت الايه عملت جدول بعده ماشي، يبقى ده اتريشن واحد ده كده وان اتريشن، عملت بعده جدولين يبقى كده تو اتريشن.
عشان في الامتحان لما يجي يقول لك اتريشن واحد تبقى عارف ان يقصد بوان اتريشن جدول كمان بعد الجدول الكبير الاساسي. طب يقصد تو اتريشن جدولين كمان. تمام، كل الهدف بس ان هو يفهم، ان الدكتور يفهم ان انت عارف يعني ايه بيفوت كولون، عارف يعني ايه بيفوت رو، عارف ازاي تجيب البيفوت اليمنت. تمام، اتمنى تكون المعلومه وصلت. بالتوفيق.